طب بتغسل المواعين؟ لا، ما انا بحط الباف في الدشوار. انا عايز اكلم ماما. انتوا عندكم الاختراع ده؟ لا ما وصلنا لهوش، احنا مش ولاد ناس زيكم. هكلمني ماما، عايز اكلمها. عامه انا ما عنديش اي مشكله. شوف بقى الكارثه دي جت ازاي. ماما انت هتكلمها بجد؟ ايوه طبعا. مع رصيد الحمد لله. عندكم ديش ووشر بس معكوش رصيد؟ ايوه. ايه حبيبي، اتفضلي معاكي الاخت. زي حضرتك يا طنط. ازيك يا قمر يا حبيبتي، انت جميله قوي، ابنك مبهدلني. لا مش معقول والله، مش معقول. انا بس عندي سؤال، هو مش بينشر الغسيل؟